لك، شكرا، تحياتي لك، عبد شكرا. الجليل 38 سنة آسفي، اه 48 سنة، اكسكوزا اكسكوزا، نقصنا لك 10 سنين. انت عازب ولا مطلق ولا مزواج ولا كيفاش جايه القضية ديالك وديال السي عبد الجليل؟ انا بالنسبة للقضية ديال ديفورسي مطلق. مطلق، شديتي الورقة؟ اكيد اكيد عندي مطلق. عندك شي وليدات ولا والو؟ عندي انا انفو، عندي وليد واحد 40 عنده 24 عندي 24. تبارك الله، عندك عريس، جيبو جيبو نزوجوكم بجوج. زوجت صغير، لكم عرس واحد حتى ولدك. اشوف السي عبد الجليل، جيب ولدك نزوجكم بجوج. هي زوجت صغير اختي سميه. يلا يسخر لك اخويا، الله يسهل عليك. علاش طلقتي انت والمدام عندكم الدري؟ تبارك الله وكبير. والله اختي اش غادي نقول لك يا سميه، بالنسبه لهذاك الانسان والله العظيم انك تكدع معاه مزيان، ولكن راك كتعرفي كاين بعض النساء وبعض النساء احترامات للنساء. الناس راه فيهم الناس حجر وطوب، ولكن كلها نصيب نصيب وهذا. الناس حجر وطوب. ودي السي عبد الجليل، مرحبا مرحبا. شو المستوى الدراسي ديالك السي عبد الجليل؟ بالنسبه للمستوى الدراسي ما قاريش بزاف، مي عندي التاسع اعدادي تقريبا قديمه، يقول بحال قلتي دابا كاطريام. فاش خدام سيدي؟ انا موظف. موظف فاش؟ موظف السي في السلطه. في السلطه، ولكن ما نقدرش نقول لك. ماشي مشكل سيدي، ماشي مشكل، ماشي مشكل. قول لي بالنسبه للسكن، كتوفر على سكن خاص ولا عاد كري ليها ولا عاد تسكنوا مع مريم الدار ولا مع الولد ديالك؟ هو اللي بغيت نقول لك اختي سميه، قول لي اذا كان ممكن ان شاء الله ولا سخر الله سبحانه وتعالى بشي انسانه بتكون خارج المغرب. ماشي خارج المغرب، اش من دوله كتختار انت؟ وزعما انت خدام في السلطه، غتسمح في السلطه كامله وتمشي للخارج؟ خدام ولكن ماشي شي صالير اللي غادي نقولوا غادي تفتح بيه البيت. واش باش من فهمتي؟ باش من انا كنعطيك داكشي. واه واه واه، لا عندك الصحه سيدي، عندك الصحه السي عبد الجليل. الله يا ودي، اش من دوله تختار انت؟ انت بنتي كفرنسي بيان، واقيلا بغيتي فرنسا. اكيد الا شوفي اذا كانت في الخارج يكون احسن، تسخير الله. حنا كنقولوا تسخير الله يسهل الامور. فرنسا ايطاليا مهم، معليش كيما كان الخير. واخا سيدي ما كاين مشكل. سي عبد الجليل تواصل معاكم، ما كيشدش ليا الخط، كنقول صافي ما كان. لا شوف السي عبد الجليل، صونيتي عليا ما جاوبتكش، دوز الواتساب، كاين واحد سميتها اوديو صيفطوا ليا. ما كان بغيش نديرونجي نصيفط اوديو. لا لا عاصيفط، وانا العالم كله كيصيفط ليا اوديوات جات زعما غير عليك انت. لا واه راه ميمي هذا راه الفلوس. شوف اخويا انا دايره النمره للخدمه، يعني الا صيفط ليا اوديو يعني راه كندخل الفلوس انايا، ماشي انا ما كاينش تفيا بهذا الشيء، ما صدعنيش خاصني ندخل الفلوس. ويا سي عبد الجليل اكيد اختي سميه، كتكني كتشرب كتعطى شي حاجه؟ نعم كتكني كتشرب كتعطى شي حاجه؟ والله ما فهمتك اختي سميه. مبلي نو، لا 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 ما كنكمي ما تنشرب الحمد لله، ما تنقربش كاع. واخا هاد المراه اللي بغيتي تزوج بها ان شاء الله شحال يكون في العمر ديالها؟ تكون تناسبني سنان او اكبر مني، ما عادش مهم تكون ناضجه بحالي بحال. الا مطلقه وعندها الدراري تكون احسن. الا مطلقه وعندها الدراري ماشي مشكل، حيت الا كانت نفس الحاله ديال ديفورسي عادي ما عنديش مشكل، المهم تكون بنت الناس. حتى انا راه ما غاديش نشكر لك راسي، حتى انا راه الحمد لله راه الله اللي تيعلم بما في القلوب. ويلا كان ولادها كيسكنوا معاها السي عبد الجليل؟ نعم. ويلا كان ولادها كيسكنوا معاها؟ اش غنقول لك، حيت داكشي كيبقى تفاهم، الا كانت مفاهمه بيناتنا راه مزيان. انا ماشي حتى هذوك راه كيبقاو ولاد، حتى انا راه عندي وليد. ايوا راه حيت راك عارف راه الاميه كتشد الحضره. الا كانت مفاهمه اختي السميه وكان هذاك الشيء معليش، الا كانوا غيتفاهموا اننا نبقاو جميع ما عنديش مشكل، المهم انك تكمل حياتك والمسيره ديال الحياه ديالك، هذا هو اللي كيبقى. واخا ولا هاد السيده هادي كانت زعما انسانه متفتحه متحرره مازال ماشي محجبه؟ لا. لا كانت شوف غتكون بنت ناس يعني كتراعي اصول، وانا غنراعي مع الاصول. انا ما غاديش نشكر لك راسي كما كنقولوا الله التي يعلم، ما تمشي معايا فيما يقسم الله، حتى انا غندير جهدي وهما الحمد لله باقي قادر على اي شيء. وشو كتخدم؟ شو مثلا الحرفه اللي في يدك تقدر تخدمها في اوروبا نتايا؟ عندي بزاف ديال لي ديبلوم، عندي بزاف ديال لي بيتوم، عندي تقريبا خدمت في المهم عندي تلحيم، عندي اش اس ار يعني في الوزينات، المهم عندي اتيستاسيون، عندي ديبلومات الحمد لله. لا الدبلومات ما واكلينش في اوروبا، خصوصا انت راه شحال في عمرك؟ 140 عام يعني، قول على مشاريف 50 عام توصل تمايا، قول 50 51 عام عاد توصل تمايا.
51 عام يعني راه صافي راه ما كتسال فيهم حتى شي حاجه، يعني غتخدم غير شي خدمه بحال جارديني بحال مثلا ميكانيسيان بريكولاج، زعما ما غاديش يخدموك شي خدمه في شي بلاصه تحلم بها بانك غادي تسجل تريد ولا شي باش منين تبان انا صافي راه لانكريد هذاك عندهم الله جا خويا. راه دابا انت واش انت 30 عام هما كيفضلوا 30 عام على مهم على اينا السي عبد الجليل مرحبا بك غدوز عندي الواتساب صافي تسخير السي عبد الجليل غدوز عندي الواتساب غصيفط ليا واحد الاوديو غتقول لي انا عبد الجليل راني نانا ولا غصيفط ليا كتابه معلومات ديالك.